وفي سياق متصل، دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الشعب الإيراني لمواصلة جهوده من أجل الحرية، معلنا وقف الولايات المتحدة مع مطالبة الشعب. وأشار نائب الرئيس الأمريكي في كلمة خلال مؤتمر تعزيز الحريات الدينية بحضور مندوبي 80 دولة، أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ووصف بينس النظام الإيراني بالنظام الأول الراعي للإرهاب في العالم، مؤكدا أن النظام يقمع ويقتل وينتهك حقوق شعبه باستمرار من أجل الإبقاء على نفسه في السلطة. وأكد بينس وقوف الولايات المتحدة مع مطالب الشعب الإيراني في اختيار نظامه ونيل حريته.